كل مرة يطلق فيها الحوثيون الصواريخ أو يهددون بإطلاقها، تزداد القناعة الدولية بأن إيران تهرب لهم الأسلحة. وزارة الدفاع الأمريكية عرضت مؤخراً في قاعدة أندرو الجوية صوراً لأسلحة إيرانية الصنع زودت بها بعد جمع حطام من الصواريخ والأسلحة التي استخدمها الحوثيون، وهو ما اعتبرته واشنطن إدانة لطهران بعد اطلاعها على تفاصيل الأسلحة وتصنيعها وفك شفرات الكمبيوترات المستخدمة في بعض منها. قيادي أمني في حماية الساحل اليمني الغربي أكد أن إيران تواصل إمداد الحوثيين بالأسلحة وتعتمد على السواحل اليمنية في تهريب السلاح والعتاد العسكري والصواريخ البالستية إليهم. إيران اعتمد على السواحل اليمنية بتهريب السلاح وتزويد الحوثيين بالخبراء الإيرانيين، وكذلك تهريب إدخالهم كمان الصواريخ البالستية وزودهم كل العتاد العسكري. مراقبون للمشهد اليمني يرون أن دعم إيران للحوثيين وأدرعها الأخرى في المنطقة بالصواريخ والأسلحة الأخرى ستستمر، بخاصة مع استمرار القدرة الإيرانية على تصنيع هذه المعدات وتطويرها. يسلحون الحوثيون في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله في جنوب لبنان، كذلك هناك دعم أيضا من خلال الصواريخ التي أطلقت على المملكة العربية السعودية. الأمم المتحدة قالت بأن هذه الصواريخ صنعت في إيران وأنها بتقنية إيرانية. ومع التصعيد الدولي ضد إيران، يحذر الخبراء من أن إيران ستدفع عملائها وأذرعها للتصعيد في المنطقة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة عدم الفصل بين الميليشيات المسلحة مثل جماعة الحوثيين في اليمن وميليشيا حزب الله في لبنان، وبين إيران التي تعتبر المصدرة الرئيسية لأسلحة أذرعها في المنطقة والرأس المدبر الذي يخطط لإطلاق الصواريخ وتحديد وجهتها.